أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أهلا بحضرتك. أهلا بك وسهلا. الآية دي يعني بتلخص من هم المؤمنين. ده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. أولا الإيمان سيدتي لما عرفه علماؤنا من قديم قالوا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لأنه إحنا عندنا مراتب الدين ثلاثة، مرتبة دايرتها واسعة جدا بتتسع لكل إنسان يقر بالشهادتين ويقر بالصلاة وإن لم يصلي، يقر بالزكاة وإن بخل بها، يقر بالصوم وإن لم يصوم، يقر بالحج وإن لم يحج. أقر باللسان، خلاص لنا قوله باللسان وهو داخل في دائرة الإسلام. لكن متى يرتقي لمرتبة الإيمان وهي دائرة أضيق؟ ربنا بقى بيعرفنا هنا إن الإيمان مش مجرد قول. في يوم من الأيام الأعراب أو مجموعة منهم قالوا لسيدنا النبي إحنا مؤمنين، قالت الأعراب آمنا. فربنا قال لهم لا، كل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلم. أنتوا لسه في دايرة الإسلام الواسعة، ما ارتقتوش بعد في درجة الإيمان الأضيق شوي، لأن الإيمان نجاة، الإسلام محاسبة. عشان كده قال لهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم، مش هيحاسبكم على اللي تعملوه. أنا عملت خير خير وبركة، عملت حاجة شر بمقتضى انكم بس مسلمين مش مؤمنين، لان المؤمن ما يتعمدش الشر. نحن لا نزعم ان المؤمن معصوم، يعني مش معنى ان احنا بنقول مؤمن يبقى معصوم ويبقى اي حد يغلط يبقى خرج من الايمان، لا، بس المؤمن لا يتعمد معصيه، ده الفارق، لا يتعمد معصيه. فان وقع في معصيه سرعان ما عاد الى ربه سبحانه وتعالى. ليه حضرتك؟ لانه في تعريف الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فما يبقى العمل جميل عظيم مرضي لله سبحانه وتعالى، ده دليل الإيمان. عشان كده يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه الإيمان لو حاضر في قلبه مش هيعمل أي من هذه الجرائم ولا حتى أقل منها. ده الإيمان. عشان كده القرآن لما هنا في مطلع السورة يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، كأن حد قال ما احنا مؤمنين، فيقوم يقول لهم بقى إنما المؤمنون، ده أسلوب حصر يا فندم، يعني مش كل حد يقول احنا مؤمنين يبقى مؤمنين، إنما ده أسلوب حصر، يعني غيرهم لا، إنما المؤمنون. صفات بقى نمرة واحد، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر. الله أكبر، تعظيم لله عز وجل، مهابة، خشية، حب، خوف، وجل القلب خوف، يتملك النفس، تقشعر منه الجوارح والأبدان والجلود، ثم تتحرك إلى الطاعة. ليه حضرتك؟ لأن وجل القلب نوعين أو من حاجتين، من أن ينزل به عقاب الله أو أن ترتفع عنه رحمة الله ومحبته. ما أنا مش بس خايف أن ربنا ينزل بي عقابه، طب ربنا غفور رحيم، لكن هل هيستمر عطاؤه المعنوي، عطاؤه المادي للكافر والمؤمن؟ ما احناش قلقانين من دي. سيدنا إبراهيم لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر سأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فاحنا مش قلقانين من العطاء المادي، إنما هل العطاء المعنوي؟ يقول لك ده انت فيك نور في وشك، ده انت فيك قبول، ادعي لنا، ده انت ست صالحه ودعائك ان شاء الله مستجاب. هل هيستمر العطاء الالهي ده وحسن السمع عند الناس دي والستر امام الخلق، ولا هينكشف؟ فدي وجل القلب يا فندم. فوجل القلب ليس فقط من هؤلاء او لهؤلاء الذين يخافون نزول العقوبه، بل العارفون يخافون من رفع حجب الستر، من عدم التوفيق. فدي أول صفة، وزلت قلوبه. نمرة اتنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إما بقى قاعد كده وأشوف ظاهرة
في الكون أقول الله أكبر، سبحان الخالق العظيم، كل حاجة نربطها بالله سبحانه وتعالى، وكل حاجة طبعاً نشوفها. ينزل المطر، يجي الليل، يطلع النهار، طبعاً بس النبي علمنا كده، الحر، البرد، الجو، المية، أي حاجة في الدنيا لازم نربطها. هي كده، شفت الرعد اللي جه من غير مناسبة، صحيح، وفي وقت غير وقته، بينا نقول الله على طول. على طول، سبحان من يسبح الرعد بحمده. فنرجع على طول لربنا. وسيدنا النبي لما الشمس خسفت، الناس قالوا خسفت لموت إبراهيم، نثبت إن سيدنا إبراهيم الصغير، الطفل الصغير مات، ابن سيدنا صلى الله عليه وسلم، فالناس جملوا سيدنا النبي أو تصوروا إن الشمس جملت النبوة، وإن ربنا خسف الشمس لأجل موت إبراهيم. فسيدنا النبي قال لهم بوضوح: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، دول مأمورتين، دول عباد من عباد ربنا زينا بالضبط. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسواء شفت آية في الكون أو قرأت آية في القرآن، ازددت إيمان. ازددت إيمان هنا معناها إيه يا فندم؟ إن الآية دي لو بتأمرني بطاعة أقوم أتحول لعملها وأنوي عملها، لو بتنهى عن شر أبعد عن الشر، ده يبقى عملي، أحول الكلام لعملي. يبقى ازداد الإيمان بمعنى ازدادت الطاعة، مش مجرد حضرتك ان اصل الايمان هنقيسه ازاي؟ لو عندي النهارده كوبايه فيها ميه، هزود الميه يبقى بتزيد الميه، نقصت الميه تبقى نقصت. الموضوع مش كده، الموضوع في الايمان قياسه بالطاعه والمعصيه. فعنا الطاعه وتركنا المعصيه، اذا الايمان بيزيد يومي، الايمان يزيد يوميا ولحظيا ولحظيا. كلما ازددنا في الطاعه كلما ازداد الايمان، كلما ابتعدنا عن المعصية كلما ازداد الإيمان. لكن هنتلبس بالمعصية ونترك الطاعة هينقص الإيمان، لدرجة أنه قد ينعدم. وهنا السؤال يا فندم، هل إذا انعدم الإيمان معناها أن احنا تحولنا إلى الكفر؟ الإجابة لا. ويريت الكلام ده، يعني لو حد مشيخنا بيتابعنا نشيع الكلام ده في الناس. ليس معنى أن ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أو ينفي القرآن الكريم حقيقة الإيمان عن أشخاص معينين، نفاق أو خلافه أو كذب أو خلافه، ليس معناه أنه يصمهم بالكفر، إنما ينزلهم منزلة الإسلام. أيوة. يبقى أنا عندي إسلام وعندي إيمان. لما يبقى الإنسان اللي بيعمل معصية ما يستحقش الإيمان، لكنه ما يزال في درجة الإسلام. النبي أقسم بالله 3 مرات وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة اتخضوا جدا، فقالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يعني أنا ما أذي جاري ما بقاش مؤمن، بس مش معناه أني كفرت. فبيحذرنا من هذه المعصية الكبيرة. بننزل درجة، بننزل رتبة. رتبة، يا ريت درجة بسيطة كده، ده بننزل رتبة، رتبة الإيمان اللي فيها النجاة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب أقل من الإيمان يبقى هو بقى أمام الله في الميزان. محاسب، ومن نوكش الحساب هلك، والعياذ بالله. عشان كده يقول لي بعدها وإذا تليت عليهم إيمان آيات وعلى ربهم يتوكلون. عندهم إيمان، فالإيمان ده بيدعوهم لحسن الاعتماد على الله، مش قلقانين بقى، ما هو مؤمن. إذا عدم المتوكل على الله واللي خايف من مستقبله ده ومش عارف وحاضره والكلام ده كله معناها إيه؟ إن هنا خلل. لازم يراجع نفسه. المؤمن ما عندوش الخوف ده، هو عارف أن رزقه بيد الله، وأن القدر بيد الله، وأن الأمر بيد الله. عارفة يا سيدتي، من أجود ما قرأنا إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. ممكن القضاء ما يتغيرش والقدر ما يتغيرش، بس ينزل على الشخص برد وسلام. ما تغيرش ولا حاجة. صحيح. الناس تشوف عنده مصيبة هو شايفها نعمة، يقول لك ما أنا دعيت بس ربنا ما استجبش. معنوي، معنوي، ينزلها علينا برد وسلام. يحسسني ويشعرني انها الافضل ليا. ان ده ما جاتش دي، طب الحمد لله ده الاحسن. يديني، يعطيني هذه الطمانينه. عشان كده يقول لي وعلى ربهم يتوكلون. نكمل بقى عمليا، هتلاقي عمليا شيء رائع جدا. طيب. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. طيب هستاذن حضرتك، هنفسر هذه الايه بعد فصل قصير. فضل. أهلا
بكم مشاهدينا مرة تانية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. المؤمن ما هوش بس معنويات، لا هو كمان عمل. وعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى نتيجة إيمانه بربه. فهو إنسان إيمانه بيزداد كلما تلت عليه الآيات، يجل قلبه يعني يخشع ويتحرك للطاعة وتحرك الجوارح للطاعة كلما ذكر الله سبحانه وتعالى، متوكل على ربه. مش معقولة أبدا لما ينادي ربنا عليه للصلاة يقول له لا. أيوة اللي ما بصليش كان ربنا بينادي عليه يقول له لا مانيش جاي. هي كده هي كده. في المقابل أيضا الصلاة مرتبطة بالزكاة. الصلاة عبادة بينه وبين ربي، الزكاة والنفقة والصدقة عبادة بين ربي وبين الخلق. هنتفع بين ربي ثوابا وقصدا، ومع الخلق انتفاعا نفع لهم. طب إذا ما أدتش هذا الحق، الصلاة والزكاة مقترنتان، فإذا عدم أحدهما عدم الآخر. ولذلك كان سيدنا بكر يقول لأقاتلن من فرق أي منع، لأنه حق مجتمع. سيدنا بكر أول من طبق المبدأ العام إن أنا مسؤول عن الفقير قبل الغني، والفقير ده ليه حق أنا اللي هجبه له مش حد تاني. لأنه الدولة من حقها يا سيدتي أن تعاقب الناس إذا امتنعوا عن الزكاة زي الضريبة. مش فرض عقوبة على من يتخلف عن الضريبة. صحيح. من حقها أن تفرض عقوبة على من يتخلف عن الزكاة. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل فكرة ينفقون دي مفتوحة دايما. ما حددش يعني في كل آية، يعني هو قال ومما رزقناهم ينفقون. وسابها مفتوح على حسب ما انت مرتاح تروح تصرف في ايه او تنفق في ايه. صحيح. حد يعني هو قال لنا في مصارف. انما ما قالناش في الايه ينفقون في ايه بالظبط. هو ساب الاثنين مفتوحين. ساب مما رزقناهم، قد يكون رزقني علم. قد يكون ربنا رزقك اداء وقبول عند الناس. فتبقي بدعوتك وكلمتك الطيبه مستجابه، الناس يستجيبون. قد يكون بالمال. قد يكون بالقوه. قد يكون بالوقت. حد عنده وقت هيقعد مع ناس يسعدهم ويساعدهم. قد يكون أن أكون بصرا لمن كف بصره. قد أكون إنسان بقى ربنا يكرمني معي مال فأتقدم بمالي. أدى احنا شايفين جامع بيتبني، مسجد من المساجد اللي بتبني. هو اللي عرفته يعني إنه البر والتقوى بتعمل شروط كده، إنه يكون أقرب مثلا مسجد مش عارفة كم كيلو، يعني ما يبقى في مكان فعلا ما فيهوش، لأنه لو قريب خلاص ما المسجد التاني موجود. ده صحيح. الأول قيمة بناء المساجد ايه بقى فضلت الشيخ؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه عش طائر، هو عش الطائر ينفع انا اقف فيه اصلي؟ لا ما ينفعش. انما هي رمزية تدل على انه يعني حتى لو كان صغير. طبعا. طيب هل المسجد الصغير ده اللي حتى لو قد انسان ده يكفي؟ ما يكفيش. معناها ايه حضرتك؟ معناها ده مسجد ممكن يتكلف على الاقل مليون جنيه. ما فيش مسجد اقل من كده تقريبا يعني. فعشان اعمل مسجد النهارده بمليون جنيه مش لازم واحد هو اللي يعمله، ده ممكن مليون شخص يعملوه. ويبقى اللي ساهم بجنيه يقدر يحتسب، ما دام ده قدرته يقدر يحتسب عند الله ان انا بنيت مسجد، ان انا ساهمت في بناء مسجد. ولذلك يعني قديما كان الناس ياخدوا طوبه يحطوها في المسجد. أنا معيش فلوس بس أجيب طوبة، قلب طوبة أحطه في الجامع. اللي يجيب شكارة أسمنت، اللي يجيب شوية رمل. يعني في النهاية مش بالضرورة أن أنا أكون مليء وأقول أنتوا بتقولوا إيه هنبني جامع، ده الجامع بالشيء وبتاع عشان نجيب أرض ولا عشان نعمل مباني، ده إحنا هنكلف كتير قوي، ولا مسجد كبير هيكلف أضعاف كده بكتير، مش هنقدر. لا تقدر. تقدر تجيب قلب طوب. أنا مرة في المرات كنا بنعمل جامع، حد قال أنا عايز أتبرع بألف طوبة. أهلا وسهلا. ونعم هذا وكل حاجة. أحيانا يقولوا ناقصنا مراوح مثلا. لا مراوح جايز نكون دخلنا في الكماليات، إنما يعني لو ابتدينا من البداية أحسن. بالتأكيد. لا عمارة. يعني خلصوا يقول لك واقفين يا جماعة المراوح عشان الناس وهم واقفين. أصل المراوح ما توقفناش. يعني جايز الفرش، جايز المية، الكهرباء بشكل عام عشان ننور للناس ونسمع خطبة الجمعة، الميكروفونات. يعني قصدي اقول في حاجات اساسية. تمام. لان برضو احنا دخلنا دلوقتي الناس ما بقتش تكتفي بالمراوح، بقى دخلوا تكييفات. صحيح. احنا بنقولش لا، ونفسنا بيوت ربنا تبقى عمرانة باحسن من كده كمان، وتبقى افضل من بيوتنا. بس في اولويات. نخلص الاول الافواه الجائعة والبطون الجائعة والاجساد العارية والاولاد اللي عايزين يتعلموا، ونخش بعد كده على الكماليات. يعني ما عندناش مانع يا رب نعمل مساجدنا افضل من قصور الملوك، ما نكرهش لانها بيوت ربنا في النهايه. بس في اولويات في المجتمع، وربنا يتقبل من الجميع. اللهم امين يا رب. احنا شايفين هنا المزرعه، دي مزرعه ما شاء الله، وعلى مساحه 50 فدان اعتقد. الله. في الله. طريق تقريبا بني سويف او اعتقد ما شاء الله.
برضو فكرة الخير والنماء، وإنه القرآن الكريم دايما بيمثل الإنفاق بالسنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة، وتقريب فكرة التجارة مع الله أو الإنفاق بفكرة الزرع برضو. الحقيقة في الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من أحيا أرضا، الحياة في حد ذاتها، من أحيا أرضا فهي له، هي له ممكن تكون ماديا بأنها تبقى ملكه لو الدولة سمحت بقوانين دي، المعنى المعنوي لو في قانون في الدولة بيمنع ده، يبقى المعنى المعنوي في الأجر والثواب. يعني حتى لو الدولة منع أن أنا أستصلح فآخذ لنفسي مفيش مشكلة خالص، بيبقى له هنا بمعنى إيه حضرتك؟ الأجر. أن أنا أحييت هذه الأرض، وأحييت الأرض وأحييت معاها أمم، لأن طبعا الأرض بتحيا بالناس اللي هيشتغلوا واللي هيعمروا وبعد كده النتاج منها. النتائج هياكلوا منها طبعا، مش هم لوحدهم. واحنا شفنا اعتقد ان في قافله طلعت ببصل من هذه المزرعه او غيرها، فده شيء رائع جدا. مش بس حتى الانسان، تعرف الحيوان لما ياكل من هذا الشجر او هذا النبات، الوحش او الطير لما ياكل، كل هذا في الميزان. وربنا يتقبل يا رب. امين يا رب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزاره الاوقاف الاسبق. شكرا جزيلا، بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله.